باشا معلش. خير؟ افتكرت الممرضة أصلا هي شغالة هنا. معلش عشان هننقلها العناية مركزة، فمحتاجين نفضي الدور كله عشان في مرضى تانيين هيجوا هنا، وحضرتك ممكن تنقل الحراسة عند العناية المركزة. نورتنا. الله يخليك. قلت لي في التليفون ان في كلام عندك بخصوص اللواء جلال عايز تقوله لي. بالظبط. هو انت قلقان من ترشح الراجل ده لمنصب وزير؟ انا قابلت مرات علي يحيى نصير. مرات علي يحيى نصير؟ وبعدين؟ قالت لي ان علي مكلف بمهمه رسميه من اللواء جلال. تاني يوم لقيت في الجرايد مكتوب ان علي تاجر مخدرات ان هما بيطاردوه. طب ما وارد تكون بتكذب. حسيتش بكده. يمكن تكون فاهمه غلط. ويمكن معاها حق. وان اللواء جلال استخدم علي علشان يحقق الانجاز ده. خلق مجرم وهمي وعمل حرب معاه علشان يبان ان هو بطل. انا عارف ان انا ممكن اكون بعرض نفسي لمشكله وان هو مترشح لمصر. لا 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 لا. انا مش عايزك تقلق من الناحيه دي خالص. اولا احنا بنشكرك على تعاونك معانا. ثانيا باكد لك ان المعلومات اللي انت اديتها لنا دي هتكون محل اعتبارنا. احنا هدفنا كلنا ان احنا نوصل للحقيقه. متشكر جدا يا فندم. متشكر لتفاهمك. نورت تاني. اتفضلي. معلش اصلي نسيت حاجة. الو، ايه الاخبار؟ خلصتي؟ لا مش عارفة اعمل حاجة. الزفت اللي بحقق معاه لسه قاعد عنده. وهو صاحي؟ لا مش صاحي. طب بقولك ايه؟ اديه الحقنه وهو مش هياخد باله. بلاش غباء، ممكن تحصل له تشنجات وعلى كده ابقى انا اللي قتلته. انما لو غار في 60 داهيه يرجع يلاقيه ميت. طب وهنعمل ايه؟ هقولك. هتفضل متعب حي وميت. يا بختك مش هتحس بحاجة، بس أنا مش هخلي المرض يقضي عليك أبدا. مدام سارة الشرباجي.
وانت لما تسيب الشغل انا هتفرغ لك بقى خالص. قلت ايه؟ لو جرى لك حاجة انا مش هسامحك. عمري ما يحصل لي اي حاجة. اتفضلي معايا. أنا عارف إن حضرتك رايحة المطار وجاي وصل. أنا؟ علي باشا كلمني وقال لي على كل حاجة واتفق معايا إن أعدي على حضرتك وأوصلك المطار. هوديكي لظابط تبعنا. هيعديكي مجوزات. اتفضلي. متزعلش ازاي بس وانا شايفك كده؟ هبقى كويس ان شاء الله. هبقى كويس ان شاء الله. حبيبتي اسمعي اللي انا هقوله لك ده وركزي فيه كويس اوي. قول. انا خلصت لك الباسبور والفيزا وحجزت معاد السفر. هنسافر؟ هتسافري؟ مستحيل. اسمعيني بس، ميعاد السفر ما ينفعش يتغير. في ضابط في المطار هيستنيكي في الميعاد ده وهيخلص لك كل حاجة، ولما هتوصلي أنا جهزت لك شقة عشان تقعدي فيها، فتحت لك حساب هناك فيه فلوس كتير قوي هتكفيكي وزيادة. وانت؟ هاجيلك. اخلص بس اللي بعمله وهاجيلك. توعدني يا علي. هوعدك يا كريم. هوعدك. أنا جيت مع ريم. أنتوا دخلتوا هنا إزاي؟ أنا مرات المقدم علي إبراهيم زكي، يعني أدخل في أي حتة وكل الحرس يضربوا لي تعظيم سلام. بلاش فشخرة كدابة. وانت يا علي حبيبي هتفضل تشتغل الشغلانه دي لحد امتى؟ شوف اللي جالك، اديك عييت. المرض ده عيد ربنا يا امي. ونعمه بالله يا ابني. يلا يا حبيبي قوم البس تعالى نخرج. مش هينفع يا ريم، عندي شغل. شغل؟ مفيش فايده. وحشتني. يعني مش سهل أنا مني. لا طبعا. مين ده؟ تفضلي. من كتر ما هو مشغول مش عارف ابنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. بس يا حبيبي بس 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 احنا لسه ما اخترناهوش اسم. عليك يا علي ما تقوم تساعد طنط، انا ماسكه الولد. امال ليه مكلبشني؟ ايه الهزار السخيف ده؟ هزار سخيف فعلا. استنى معلش يا طنط. سمي بسم الله الرحمن الرحيم. استنى ليه كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا استنى ما تاكلوش، في ضيف جاي. مين يا حبيبتي؟ انت يا علي. عبد الله، عبد الله، ايه اللي بيحصل ده؟ ده انذار حريق سيادتك. انا مش مطمن، هروح اتاكد من اللي بيحصل واجي اطمن سيادتك، بس لو كان في حاجه كانوا قالوا لنا. واخبار علي ايه؟ بيموت مرض صعب، وهو كمان كان هربان وما تعالجش. طيب روح شوف اللي بيحصل وطمني، انا كده كده همشي كمان شويه وشوف للدكتور. تمام يا باشا. عبد الله انت ازاي دخلت هنا؟ مفيش حبر. متشكر يا عبد الله. الاوضه بتاعته في المبنى التاني، جناح رقم 4. وانت؟ هبقى واقف قدامها حالا يا عبد الله. أنا في الخدمة يا باشا. أنت كويس؟
الو، انا علي. علي؟ علي يحيى نصير؟ ايوه، علي يحيى نصير. انت فين؟ لو لسه عندك اسئله شايف ان انا ممكن اجاوب عليها تعالي قبليني. ازيك يا امل؟ ايه ده؟ هو انت عيان؟ انا بموت، انا مش هينفع حد يشوفني معاكي. الملف ده فيه كل حاجه، الحكايه كلها. لازم يا امل، لازم، عشان اللي انا عاوز اعمله لو ما تمش تبقى انت اخر خط دفاع عن العدل وعن البلد اللي هو جلال. ما ينفعش يبقى وزير، لازم تكشفيه مهما كان الثمن. وانا خلاص هسلم نفسي. مش عشان اكفر عن ذنوبي، لا، انا مش بريء. انا واحد اكتشف انه عشان يدمر عدوه لازم يتدمر معاه. فاضل حاجة واحدة لازم اعملها، بس لو ما قدرتش او حتى قدرت لازم تنشري الكلام ده يا امل، لازم. عمر بيه، جات لنا مستندات مهمة، عقود وتسجيلات صوتية وصور لكل الأوراق اللي ممكن نحتاجها عشان نتأكد من أقوال علي نصير. المستندات دي جات من شوية على مكتبي من الجريدة، واللي بعتها أمل الزهار. احنا لازم نشكل لجنة فورا لفحص المستندات دي، ولغاية ما اللجنة دي تفحص لازم بأسرع وقت ممكن نتحرك. هو فعلا في أوامر صدرت بالتحفظ على مجموعة من اللي أساميهم واردة في المحضر ده. يبقى هم متأكدين. سيادة المستشار، تليفون. أنا مش فاضي. بسمع عليك، ضروري ترد على المكالمة دي. ألو، أيوة يا فندم. أيوة قريت يا فندم. بس حضرتك ده ممكن يبقى كلام كايدي يعني. على أي حال سعادتك أنا هحقق بنفسي في الموضوع. يا فندم أنا هعرف إزاي بس. يا فندم أنا لا يمكن هيبقى فيه كلمة أو مستند ضدي. حضرتك أنا تاريخي معروف وسيادتك عارف، أنا لا يمكن أقع في النوع ده من الغلطات أبداً. حاضر يا فندم، حاضر. خير يا فندم؟ نفدنا المرة دي. الحمد لله. أيوة. كلم لي الراجل بتاعنا في وزارة العدل، عايز أعرف إيه المستندات اللي عندهم، ينسخها لي وبعتها لي على هنا. حاضر يا فندم. ليه سلمت نفسك؟ لأنه هو ده الوقت المناسب. عمر بيه. خير؟
علي نصير سلم نفسه. سلم نفسه فين؟ في نفس المستشفى اللي فيها اللواء جلال. كلم المستشفى خليهم يتاكدوا ان علي نصير في اوضته ويشددوا الحراس عليه. سيادتك رايح فين؟ عمر بيه. علي نصير مش في اوضته. ازاي يعني؟ الحراسه مشت، خدت اوامر انها تبعد عشان كان في انذار حريق. كده ممكن تحصل كارثه. كلمهم بسرعه، خليهم يبعتوا اي حد تاني دلوقتي حالا. حاضر يا فندم، حاضر. ايا كان اللي بتفكر فيه فانت مش مضطر تعمله علي. انا خلاص حققت كل حاجه انا عايزها، وهبقى الوزير، واي حاجه انت متهم فيها ممكن نسقطها او ندفع عوض عليها من غير ما نعلم في الجرايد. نقول مثلا انك كنت في خدمه تبع الداخليه والمهمه انتهت وانت رجعت تاني، وده حقيقي. رجعت؟ ارجع ازاي؟ بعد ما تخف ان شاء الله. انا قتلت، عملت كل حاجه يعاقب عليها القانون. دي مش مشكله، انت كنت في المهمه والمهمه تستوجب ده. والناس اللي ماتت ممكن ترجع. الله يرحمهم. بس انت بصص للموضوع من زاويه غلط، بتفكر وكانها مساله شخصيه. طارو عايز تاخده وخلاص. بص للصورة الكبيرة. أنهي صورة كبيرة يا سيادة اللواء؟ أنهي صورة كبيرة؟ إحنا في طريقنا لتحقيق أهداف كبيرة فيها مصلحة للملايين، وهتوفر حالة أمن واستقرار للبلد. ممكن يبقى في ضحايا، لكن لو إحنا وقفنا عشان ننقذهم هنخسر، ولو خسرنا عدد الضحايا هيبقى أكتر بكتير. وأنت بقى اللي هتنقذ كل دول، مش كده؟ أنا هنقذ كل دول بمساعدتك أنت يا علي. أنا عارف إنك أنت خسرت كتير، لكن لو بصيت للصورة الكبيرة تفهم ان كل التضحية دي كانت عشان الكل، وهو ده شغلنا الحقيقي، وهي دي المهمة اللي انت اخترتها. مهمة صعبة عشان حياتك كلها بقت تمن بسيط بتدفعه عشان الناس دي، لكن لو اصريت على الانتقام يبقى انت هتخسر كل حاجة فعلا، والناس اللي ماتوا دول وانت زعلان عليهم تبقى ماتت من غير سبب. بس انت لو بقيت وزير هتبقى حياتهم راحت شاطر. اوعى تتخيل لحظة واحدة ان الموضوع سلطة نفوس. ابدا، انا عملت كل ده لمصلحه البلد. احنا اخترقنا اكبر مجموعه اجراميه، ومساله ان البلد تنضف ونقضي على الجريمه مساله وقت مش اكتر. كلام معقول، مظبوط. مين ممكن يقضي على الجريمه غير اللي زرع، اللي عمل كل حاجه في الدنيا علشان تبقى موجوده في البلد كلها وفي الوقت المناسب يظهر ويخلص الناس منها ويبقى بطل والناس كلها تتحامى فيه. بس انا متاكد انك مش هتعمل كده. انا متاكد انك هتسيب شويه مشاكل ومجرمين علشان الناس تفضل خايفه. طول ما الخوف موجود طول ما انت هتبقى موجود. بتدور على ده؟ ابن الراجل ده. انت متأكد انك عايز تعرف الحقيقة يا علي باشا؟ مش هتفوق غير بعد فوات اللواء. حسن! ابن الراجل ده يا
يحيى نصير. يحيى نصير ساب ممتلكات تخلي الوريث ده يسيطر على السوق كله. اللي هو جلال ضياء الدين. علي انا امك يا علي. اعتبر نفسك ما تحدش للتقاعد وانك انت لسه شغال معانا في الاداره وانك في مهمه رسميه. قصدي حضرتك ان انا بقى جاسوس يعني؟ بالظبط كده. جلال كان شريك يحيى نصير يا علي. طول ما الخوف موجود طول ما انت هتبقى موجود. عبد الله